اهلا بيكم مره تانية. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد علينا كلنا. الاعياد يعني اكل حلو وكحك حلو وبسكوت وسمك بقى اللي وحشنا واللي اتحرمنا ان احنا ناكل رنجه وحاجات من دي علشان العطش. احنا بنحاول نعوضكم النهارده باصناف كلها سمك، خصوصا الشيف اللي معانا من كفر الشيخ، يعني مشهورين باكلات السمك وازاي بيعرفوا يطبخوها حلو، صح؟ وليكم كمان اضافاتكم اللي احنا عايزين نعرفها بقى منك. الاول اقدمك مره ثانيه الشيف لطيفه. الشيف لطيفه طار، اهلا بيكي معانا. حضرتك كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه وحضرتك طيبه. انا عارفه انك عامله نوعين سمك في الفرن. اه طيب بصي، احنا ممكن على فكره نطلعهم تمام، بس يعني لغايه لما ياخدوا برضو وقتهم شويه في الفرن ممكن على الاقل نطلع الصينيه منهم. مفيش اوكي، مفيش مشكله. وعموما كده كده احنا في نهايه الفقره بنستعرض كل الاطباق. تمام، ممكن نتكلم عن الرز. رز الصيادية مختلف عن رزنا. ده رز الصيادية. هو البصله بتعتمد على انها تتحمر، تاخد لون غامق شويه، وبعدين تاخد الميه بتاعتها، ملح، كمون، البهارات اللي حضرتك بتحبيها، مفيش اي مشكله. بتغلي الميه بنزل الرز. أوكي. والجمبري بنكون مجهزينه بره، وبنجهز الجمبري بره وبنحطه، بنشوحه تشويحه بسيطه كده وبنحطه. بس كده ما يتحطش عليه حاجه؟ لا 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 لا، بياخد بهارات خفيف، ملح بهارات. ملح وكمون بس، حاجات خفيفه يعني. ملح وكمون ويقعد فيهم شويه. وبعدين تدفوه على الرز. على الرز سهله قوي، مش اي مشكله. ده بالنسبه لايه بقى؟ ده دوت حضرتك شوربه السي فود. احنا سوينا شوربه السي فود. طب شوربه السي فود عندك جاهزه ممكن نوريها للناس؟ سويناها واتصفت كمان. سويناها بايه بقى عشان تطلع غامقه وحلوه؟ هي بصل وثوم وجزر متشوح مع جمبري وروس الجمبري والاجزاء بتاعته وتشوح. كل مش عايز يحط روس واجزاء ممكن يحط قطع جمبري. قطع جمبري، قطع جمبري عادي جدا. أوكي. تتشوح كويس جدا مع البصل والثوم، وبنسيبها لما تستوي، وبعدين بنصفيها وهناخد الميه. وديت برضو بصله هتتحمر تحمير في معلقه يعني زبده. نصفيها بعد كده من كل ده، ناخد الميه بس. ناخد الميه بس. انا عايزه التفاصيل. انا هقول لحضرتك بقى عن البصله ديت بتتشوح في معلقه زبده. ايوه. وهنحط عليها وهنحط عليها بعد ما تصفر كده، بعد قطع الجمبري. تمام تمام، ايوه، وهتتشوح تمام اهو. انت بتدينا بس ايه فكره يعني. أيوة. ازاي نعملها؟ تشويح بسيط، وبعدين هنزل بمعلقه دقيق وفوقيها شويه لبن صغيرين، وبعد كده هنزل بشوربه السي. تنزلي امتى بقى بمعلقه الدقيق؟ لما هي بس التشويح. طب هسيبي عليا التقليب وانزلي بالدقيق. اوكي، انا احب اساعد خصوصا لما العمليه تبقى ريحتها حلوه كده وفيها سي فود وكلام كبير قوي كده. كل سنه وانتم طيبين. على فكره ما يمنعش يبقى فيه رنجه. ها، هو ما ينفعش كده حته رنجه كده. هو ما ينفعش نحدق بيها كده فتح شهيه. ها، اكيد 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 اكيد. اصل احنا مش عارفين ناكل رنجه بصراحه من اول عشان نسيم جه في رمضان. تمام. معلقه بس. ما نزلتش تديها قوام. انا مش عايزه اديها سمك. ايوه، مش عايزه اديها سمك. تمام. امال انت بتحطي الدقيق ليه؟ الدقيق بس عشان هيدي سمك خفيف. اوكي، تخانه بسيطه. اتفضلي. وبعدين طب بس ده لبن عادي؟ ده لبن عادي جدا، مفيش كريمه لباني في القصه. لا لا لا، اللي يحب يحط كريمه لباني مفيش مشكله، بس هتدي سمك اكتر. وانا مش لا انا حط شويه، بتدي طعم كده حلو بس. تمام. احنا بنحاول نقدم الحاجه بشكل بسيط انها ما تكونش مكلفه وفي نفس الوقت بسيطه جدا. ما انت بقى يعني حضرتك ممكن تقولي الحاجه. ايوه، كما يجب ان تكون. هي كل واحد بيقول البديل. ممكن احط الكريمه اللباني، وممكن استغنى عنها واكتفي بمعلقه الدقيق مع شويه اللبن. اوكي، تمام، خلاص كده. وبعدين هبدا انزل بالشوربه بقى. تقيله بقى. ايوه، شكل الشوربه تقيله وغامقه، ويعني اهي هنسيبها بقى هتغلي غلوتين وهتكون كده جاهزه. وادوق بقى ملحي وادوق فلفلي واظبط الدنيا. بقى الملح والبهارات بتاعتها. تمام. عايزين شويه حاجه سبايسي ممكن، اللي عايز اللي يعني. بيحب بقى السبايسي. تمام، سبايسي. هتغلي بس شويه وبعد كده هي خلاص. بص، الشوربه دي بقى وارد ان انا احط فيها كل حاجه. ممكن تحطي طابع الكابوريا، ممكن تحطي كابوريا، ممكن تحطي صبيط، ممكن تحطي اي حاجه موجوده. ايوه، واذا لم يتواجد كل ده حضرتك هتاخدي قطع الجمبري او راس الجمبري وهتعملي منها شوربه سي. ايوه، وزي ما انت قلتي في الاول، ديل وراس الجمبري ممكن برده يعملوا لي نفس الطعم. نفس الطعم ونفس النكهه دي. نفس اهم حاجه ان نكون محصورين كويس واستعملهم بنفس الاسلوب. هتطلع نفس الشوربه. تمام تمام. السلطه شكلها على فكره، بصي المفروض انك عامله سلطه خضراء يعني عاديه. دي سلطه خضراء عاديه ودي بابا هنود، صح؟ بس انا بحب استعمل الالوان الكتير في السلطه. لا، التقطيعه قطع كبيره. التقطيعه هي قطع كبيره. انا بحب الشكل كبيرة ده، لان مش عايزاها سلطه ناعمه، يعني عايزه السلطه خشنه شويه. قطع كبيره كلها بالشوكه كده، شكلها شهي. تخيلي بالتقطيعه دي جميلة يعني جداً. والبهارات بالبهارات تجهزي بره التتبيله بتاعتها عباره عن زيت وليمون
وخل وملح وكمون وشطه، وتتحط بعد ما تحطي الحاجات ديت ترشيها على كمون وشطه وزيت كمون وخل وشطه وملح. وزيت وليمون وخل وليمون وخل حاجه حلوه قوي. تمام. ودي بابا جرجير، فيها جرجير وفيها بصل وفيها خس وفيها عشان بقى يعني المعده ترتاح بقى وتبقى لذيذه كده. ودايما الدكاتره بينصحوا ان احنا نبدا ناكل السلطه لانها بتشبعنا. ايوه طبعا طبعا. بعدين ندخل على الشوربه. ايوه. وبعدين صينيتين السمك اللي جوه، وبعدين طبق الكحك اللي هناك ده. وتبقى العمليه خل... بقى في الاخر بس عملنا اللي علينا. لا 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 بس انا بدانا بالسلطه. انا هخليكي تحلي ان شاء الله مهلبيه فراوله. دي ما ينفعش اشوفها دلوقتي دي حالا دقايق، وعلى ما نطلع السمك هنطلع مهلبيه الفراوله كده. هنطلع السمك هيكون استوى. انا عايزه السمك. لا السمك ده بالظبط ما ياخدش اكتر من تلت ساعه في الفرن. تلت يعني ساعه. تلت ساعه. طيب يعني هو تقريبا استوى. انت بتقولي عامله نوعين. عامله نوعين. طب نحكي عن نوع واحد منهم. أوكي. او نحكي عن نوعين بسرعه. ماشي. النوع الاولاني هو سنجاري مفتوح من ظهر السمكه، وبتتنظف وبيتحط فيها التتبيله. التتبيله اللي بتستعمل هنا هي اللي بتستعمل هنا. هي بس اصعب حاجه مفتوح من ظهر السمكه. ظهر السمكه هو انت بتجيبيه من عند السمكه. انا بجيبه من عند السمكه اقول له افتحوا لي سنجاري. يا اما انا في البيت بجيب ظهر السمكه وبستعمل بس كده تكون حاميه شويه، وهيتشق من الظهر وهيتفتح ما فيهوش اي مشكله خالص خالص. وبنفتحه وبننضفه كويس جدا وبنجففه من جوه، وبعدين بجهز له خلطه عباره عن فيه بقى اللي هو الدقيق ونفرك دقيق وليمون وملح وتظبيط. واحلى حاجه في السمك وتشيل الزفاره هي الطحينه. ياه. معلقه طحينه جديده دي جدا. وحضرتك اكتر حاجه تشيل الزفاره من الجمبري. ايوه. معلقه بيكنج باودر. لو عايز اكتب جمبري بيكنج باودر سمك الاسماك استعملي الطحينه مع الدقيق في الميه. اوكي. مش هتلاقي ريحه زفاره نهائي. يعني تبقى السمكه مبلول عادي بغسلها واروح احط ميه واحط فيها دقيق وليمون واحط معلقه طحينه. أوكي. مفيش اي زفاره خالص مفيش اي ريحه. الجمبري معلقه بيكنج باودر. بعد ما اشيل سلسله الضهر دي وبرده وافتح وانضف واجهز وكل حاجه. النقع الاخير ده معلقه بيكنج باودر دعكه بيها. مش هتلاقي مش هتلاقي ريحه زفاره خالص. والله احنا بنشكركم على التكات والتركات والاسرار الصغنونه دي اللي هي بتفرق قوي. طيب انا كان نفسي كمان اقدم صينيتين السمك بالنوعين اللي انت بتحكي لي عليهم دول. أيوه. لكن احنا ممكن نتكلم عنهم في النهايه. حضرتك متواصله معانا لغايه نهايه الحلقه، عندنا فقره تاني مع بعض. لكن دلوقتي قبل أعزائي المشاهدين، زي ما تعودين معاكم في الختام بنشوف المنتجات الجميلة للشيف لطيفة طاهر معانا النهاردة. وبرحب مرة تانية بزميلتي العزيزة دعاء عبد المجيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. وانت طيبة. ايه الأخبار؟ منى هندوق. ها؟ هندوق. انت مش واخدة بالك ولا ايه؟ احنا لازم نعمل بالي. احتفال النهاردة ان احنا انا اكلت جمبراية. احنا ما اتكلمناش عن السمك قوي لان السمك كان في الفرن. بص صينيتين السمك اللي عند منى دول متقدمين بطريقة دعاء من الهوا طالبة ونبي ليمون لو سمحتوا. ليمون هناكل بقى. طب هو ينفع السمك يتاكل من غير ليمون؟ لا طبعا. لا طبعا الليمون اساسي أساس؟ في حتى في الخلطات بتاع الاسماك الليمون. الحمام بيتاكل على بقه واحد. لا الكحكايه طب قول لنا بقى السمك عملتيه بقى لان احنا ما اتكلمناش عن السمك. قول السمك. الخلطتين بتوع السمك متشابهين جدا. هو عباره عن خضار متقطع زي تقطيع السلطه بالظبط، وبعمل خلطه خارجيه بره زيت وليمون وبهارات سمك ملح وشطه وبابريكا. بخلط كل ده ببعضه وبعدين بدهن السمك لحم السمك نفسه. أوكي. وبحط الخلطتين على السمكتين. السمكتين مختلفين في الفتح، واحده مفتوحه من ظهرها وواحده مفتوحه من بطنها. اشمعنى؟ ليه؟ لان السنجاري بيتفتح من ظهره. ايوه صح. من ظهره. من الظهر من غير ما ياخد باله. ايوه. او تجيبيه من عند السمك او من عنده مفتوح من ظهره. انما السمك صينيه السمك اللي تحتيها بطاطس بتواجهي السمك وتفتحي من بتتفتح بشكل عادي زي اللي قدامي دي. ايوه. البطاطس تحت مع شرايح بصل وطماطم. ايوه. وبعدين فوقيها السمكه بالخلطه بنفس الخلطه اللي انا مش قادره اقول لكم نظره الحب اللي دعاء بتصح للسمك بالبطاطس. بعشق البطاطس بالسمك. وحاجه جميله قوي ان انت عامله البطاطس لوحدها. البطاطس لما بتشرب الصوص بتاع السمك نفسه بيبقى لها طعم خاص كده. بس انت عامله هنا البطاطس بالخلطه لوحدها. لا البطاطس حط عليها ترنشات بصل وطماطم والخلطه اللي هي عباره عن خل وليمون وبهارات. تمام. ومسايبه السمك لوحده. وسايبه السمكه لوحدها وفوقيها الخلطه. دي عجباني الفكره دي بقى. لا وهنا حتى بص شوف الخلطه بتاعت السمك كلها شكلها جميل. يعني شكلها يعني يفتح النفس. يعني تسلم ايدك. الله يخليك. تسلم ايدك.
طب كلمينا على دي مهلبيه فراوله. طبعا احنا انت واخده الاثنين طبقين عندك طبق مهلبيه. هديكي في الاخر واحده. هنقسم الشغل الاكل بينا في الاخر. الفراوله من الحاجات المحببه جدا للاطفال وفي الصيف بالذات، والجو بدا يبقى حر وللكبار طبعا. فدي مهلبيه فراوله عباره عن كوبايه عصير فراوله مع نشا وسكر حسب الرغبه، وبتتحط على النار تربط وبعدين بتدخل الثلاجه، بيكون يعني اكله بارده ظريفه جدا وشكلها حلو. كل حاجه ظريفه وجميله في العيد. انا بقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين، وكل زمايلي كل سنه وهم طيبين، عيد سعيد. واحنا كنا سعداء معاكم في اول يوم في شهر في العيد الفطر المبارك. كل سنه وانت طيبه شيف لطيفه، منورانا النهارده. كل سنه طيبه يا دعاء، وعيد سعيد عليكي. عيد سعيد عليكي. والكحكايه على بق واحد. انا بجيب الكحك اللي قد كده فطبيعي يبقى على البق واحد كده. كل سنه وانتم طيبين. فعلا احنا سعداء، حظنا حلو قوي ان احنا اول يوم العيد معاكم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه. قدمت لنا شغل متميز يليق باول يوم. تحيه لاهالينا في كفر الشيخ. ايوه فعلا. اشكرك، الشرف ليا. ولمسات كفر الشيخ بقى وحبهم للسمك حلو وباينه قوي. شكرا لمشاهدينا ايضا. وبكره فريق عمل جديد ان شاء الله، واحنا نلتقي يوم الاثنين القادم. شكرا والى اللقاء.